أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تأسيس المملكة العربية السعودية لمنظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، والتي تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي. ولي العهد يعلن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض. تهدف هذه المنظمة إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي. تأتي هذه المبادرة تأكيدا لدور المملكة في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية. ستعزز هذه المنظمة التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير سعيا لضمان استدامة موارد المياه. تأتي هذه المنظمة انطلاقا مما قدمته المملكة على مدار عقود من تجربة عالمية رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية ووضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية. قدمت المملكة تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لدول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي. تتطلع المملكة بالتعاون مع الدول الأعضاء إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى ضمان وفرة المياه وتحقيق الآثار الشامل.